حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي أحمد ركبان، بعد التحية. طبعا نبدأ سؤالنا الأول، ما هو حول تقييمك للوضع الذي يعيشه الشعب الإيراني اليوم، طبعا في ظل اتباع النظام منذ ثورة 1979 طبعا التي سلبها النظام الإيراني وحولها إلى الهيمنة العقائدية المذهبية، ما هو الوضع الذي يعيشه الإيرانيون اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة البحرين. منذ ثورة الخميني 1979 طبعا يعني خرجت في تلك الفترة ايديولوجية الخميني، وهي ايديولوجية صنعها علي شرعيتي الإسلامية اليسارية، وطبعا أراد بذلك الحقيقة هو الهيمنة على الشعب الإيراني المغتصب في ذلك الوقت. ولذلك الحقيقة يعيش الشعب الإيراني منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا تحولات أيديولوجية إسلامية يعني تخرج عن عباءة الإسلام الوسطى. ولذلك استخدموا الشيعة المعممون هناك طريقة في جذب الجماهير الإيرانية. الجماهير الإيرانية بطبيعتها متعاطفة مع ديانتها ومتعاطفة مع السياسة هناك. ولذلك الحقيقة التحولات التي حدثت طبعا منذ عهد الخميني إلى عهدنا هذا، والفقر يدب في 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 منازل وبيوت وسكان الإيرانيين. وعلى اساس ذلك وعلى اساس ذلك الحقيقه حاول الخميني في تلك الفتره في تلك ذلك العصر توسيع نفوذ الثوره خارج اطار مملكته او خارج اطار ايران. حاول ان يناوش العراق، حاول ان يناوش بعض الدول القريبه من 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 ايران، ولكنه فشل في مراحل من المراحل التي مضت. بعدها توالى الرؤساء او الزعماء الذين اتوا من بعده، وهم زعماء زعماء يعتبرون بالنسبه للتاريخ العالمي هم زعماء حرب، وهم زعماء طبعا دكتاتوريون ملطخه ايديهم بالدماء بالقتل والسفك ومداهمه البيوت، وطبعا يعني اخلال بالشرف واخلال بكل شيء. نعم. الخميني الحقيقه حاول ان يظهر بعض التعليمات الاسلاميه، منها منع الطوق على العنق للرجال في ذلك الفتره، وكذلك ايضا منع المراه من تعريه كتفيها. كذلك الحقيقه اخرج كثير من الفتاوى التي توصل الى الجن، مفتاح الجن او غيرها. هذه الحقيقه يعني خزعبلات وامنيات اراد بها الخميني ان يوهم الشعب الايراني البسيط والشعب الايراني الفقير من اجل من اساس الايراني من قرب يعني المفتين او يعني اصحاب الدين الايراني. نعم. الان الفتره الحاليه كشفت هذه الثوره، ودوله البحرين بالمناسبه هي الدوله الحقيقه الوحيده التي استطاعت ان تكشف ايران بدون مجامله من خلال بعض المنتمين اليها داخل البحرين الذين عاشوا فتره من الفترات في نعمه وفي في عيش وفي احترام متبادل ما بين الشعبين، ما بين السنه والشيعه وما بين الحكومه البحرينيه. لكن نعم. هؤلاء كشفوا اسطوره الخميني واسطوره الحقيقه يعني العبث في منطقه الشرق الاوسط. نعم، اذا في اعتقادك ومن خلال الوضع على الارض، هل سوف تنجح هذه الانتفاضه الشعبيه الايرانيه ان تقضي على هذه السياسه الهدامه الذي يعني يتبعها النظام الحالي، وتحقق الاهداف التي فشلت الثوره الايرانيه السابقه في تحقيقها؟ نعم. طبعا الايران يعني الايرانيون مروا باكثر من مرحله ثوره. نعم. ولذلك الحقيقه لم تنجح على اعتبارين. الاعتبار الاول تجاهل الامم المتحده تجاه هذه الثوره. نعم. الشيء الثاني استخدام القمع والقتل والسفك والسجن والشنق، وهذا مما يؤثر على الشعوب ويخوفهم. الثوره الايرانيه الان الحاليه التي لها اكثر من شهر تقريبا، اعتقد انها اخذه في في في, في التاثير على على على, على السياسة الإيرانية، وكذلك حتى على كثير الأمم المتحدة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تقودان قوة ضخمة في الأمم المتحدة من أجل يعني تثبيت على إيران بأنها تزعزع الأمن داخل منطقة الشرق الأوسط. نعم. وتهرب الأسلحة إلى الحوثيين، وكذلك أيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقمع الإيرانيين بعدم مساس بالبشرية الإيرانية وإعطائهم حرية المظاهرات. اليوم الحقيقة طبعا ليست إيران فقط تعاني، بل حتى الأحواز الإيرانيون يعانون منذ سنوات، اغتصاب أرضهم، قتلهم، سلبهم، شنقهم، كذلك أيضا محاولة دخول إيران للبحرين، للكويت، وكذلك في القطيف السعودية، حاولت قدر ما تستطيع أن تخرب وتزعزع. إيران منكشفة عالميا، منكشفة. نعم. أمام الدول العظمى، منكشفة أمام الرأي العام، سواء كان العالم الإسلامي أو العالم حتى الأوروبي وغير المسلم. نعم. إيران الآن حاولت تدخل أيضا في الشرق الأوسط، وذلك تصدت لها كثير من الدول كأندونيسيا وماليزيا وغيرها، حاولت تدخل في أفريقيا كذلك تصدوا لها.
اليوم الحقيقة ما على دول الخليج بقيادة المملكة السعودية والبحرين والكويت والإمارات مجتمعة إلا أن يوضحوا أو يعرّوا سياسة الخميني وسياسة الرئيس الحالي. أعتقد أن عادل جبير أعطى بما يكفي من الرسائل المهمة نعم. في كثير من المناسبات، وكذلك أيضا وزير خارجية البحرين. كلهم الحقيقة في كل مؤتمر وكل مناسبة يعرّون الإيرانيون ويعرّون سياستهم. نعم. أنا أعتقد إن شاء الله أنه الحراك الإيراني سواء كان من المعارضة خارج الدولة أو من أيضا من الشعب الإيراني المغتصب والمغتصب حريته وحقوقه بإذن الله ستغير مفاهيم قوى مفصلية داخل إيران. إذن من الرياض المحلل السياسي أحمد ركبان، شكرا جزيلا لك.